السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التحديثات الجميلة في ريفت 2019 بوينت 2 اللي هو إن أنا أقدر أحرر حاجة مسافة صغيرة جدا. يعني في الإصدارات اللي فاتت كان لما أجي أعمل حركة صغيرة خالص كان يرفض، دلوقتي لأ، أصبح ممكن أحرك مثلا حركة صغيرة خالص وتتعمل. زمان ممكن تكون راسم حاجة ديدلاين، تيجي تحرك الخط تلاقيه يقولك لأ، ما لازم حركة معينة، حركة مثلا 5 ملي أو 10 ملي وهكذا. أصبح الموضوع دوت اتحل في 2019.